عندنا الحلقة الخامسة من محاكي الحياة الواقعية. في الحلقة الماضية صارت لنا مشكلة جدا كبيرة مع جاري، فجاري قررت ان انا اجرى البيت حقي، لكن للأسف قرر انه يسرقني وما يعطيني فلوسي، فصارت مشكلة جدا كبيرة في الحلقة ذيك، لازم تتابعونها. اما اليوم ان شاء الله بنحاول ان احنا نشتري ان شاء الله بيت جديد، فلهذا لا تنسوا اللايك، اشترك معنا في القناة وتفعيل زر التنبيهات بدعم جدا كبير، وايضا لا تنسونا بنوصل الى 21 مليون مشترك في اسرع وقت ممكن، فاشترك واشتر القناة. اليوم ان شاء الله يكون عندنا يوم جديد راح نبتدي على طول. وطبعا لاحظنا في تعليقات كثيرة قاعد يقول يا سيد روح لزوجتك وكلم متى راح تعطيك فلوس. خلنا نجرب ان احنا نكلمها. السلام عليكم، مرحبا، هل انت بخير؟ انا بخير، كيف حالك؟ كيف يمكن ان لا اكون بخير عندما اكون معك؟ الله، كلام جميل. هل يمكنك ان تعطيني بعض الفلوس؟ الفلوس من وين جبتها هذه؟ مكتوب المال. المهم تعطيني فلوس. اوكي انا اعطيك 5000، شكرا. ليتس جو يا جماعه، اذا تقدر تعطينا فلوس بالطريقه هذه، اعطتني فلوس وضبطتني، كفو. اوكي الحين بنروح يا جماعه وبنوجه لي البيوت اللي احنا مأجرينهم، وبعد في نفس الوقت لازم نحاول ان احنا نأجر البيت اللي طبعا طلعنا منه الاخ الحرامي. فدقيقه، اذا حبينا ان احنا نسوي هذا الشيء لازم نطلع نستخدم الجوال حقنا. هذه الجوال حقنا موجود هنا، خلينا نستخدمه عشان نعرض البيت مره ثانيه للبيع. هذا موجود، فراح نعرضه ب 4500، يعني 4300. خلينا نشوف، يعني اوكي خلاص حطه للبيع. في نفس الوقت كأن البيت مو نظيف يا جماعة، أنا شفت إن كأن البيت مو نظيف، فيمكن نروح ننظفه. اليوم هذا راح يكون يوم التسابق، بس صراحة أنا مو جاهز لتسابق وما تسابق الأشياء هذه. بروح بعد شوي إن شاء الله البيت حقي، طبعا أنا ما نظفت البيت، المفروض إن ننظفه صراحة. خلنا نشوف صح، طبعا لو واحد من هذيلا قال لو ما بعطيك يعني الحين بعطيك في الفترة الجاية عادي، لأن هذا يعني شخص ممتاز أحمد مصطفى هذا. هل عليك أن تدفع الإيجار؟ شفت توقعت، أنا آسف حقا إذا أعطيتني المزيد من الوقت سأدفع الإيجار في أقرب وقت ممكن. امنح اوكي خلاص خذ راحتك تمام، فقط هذه المره قال لي شكرا. فمثل ما قلت لكم هذا ممكن نمشيها له، ليش؟ لان الحبيب يعني كان دائما ملتزم معانا بدفع الايجار، عرفتوا؟ فالحين لازم نركز ان المره الجايه ان شاء الله راح يعطينا الايجار، راح يكون مبلغ كبير، مع انك انت ابي المبلغ هذا محتاجنه علشان اقدر ان انا اشتري بيت جديد، بس يلا مو مشكله. مع ايضا الفلوس هذه والفلوس اللي اخذتها من زوجتي، المفروض ان الفلوس الحين حقتنا هذه تكفينا ان احنا نشتري بيت ان شاء الله. فخلينا السلام عليكم جاري، كيف الحال؟ طبعا هذا 4500، هل انا جيت للايجار؟ هنا الايجار، طبعا هذا مو مقصر، على طول عطانا الايجار، صار عندنا 22000 دولار. خلينا نروح نكلم اول شيء هذه، نشوف اذا مثلا نقدر نشتري من عندها البيت. يا حبايبي اشتريت البيت اللي بعده، وهذا البيت اشتريناه تقريبا ب 15000 دولار، تمت لي 7000 دولار، يعني اتوقع انه مبلغ ممتاز ان شاء الله. بس قبل لا انظف هذا البيت خلينا نروح اسير، بس على السريع بروح اوجه للبيت اللي راح نبيعه ان شاء الله، ويبي لي ابيعه قبل لا يجينا الليل. تصدقون قوي، دقيقه خلوني ارجع بس دقيقه واشوف اذا في احد بيشتري البيت، راح ابيعه على طول. اذا ما في احد بنرجع. اوكي في احد، لان ابي اليوم اللي بعده نحصل منه ايجار. السلام عليكم. طيب دقيقه، هذا ايش بقى احمد مصطفى؟ المهم هذا كيف حالك؟ مساعدتك، اريد استئجار المنزل في الاعلان لمده 9 ايام، فقلت له على طول سعر البيت. لا 2800، دقيقه راح اعطيك 4000 بالضبط. ايش قلت؟ 4000 بالضبط، فشلت لك 300 دولار. قال ما عنده لا 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 حبيبي ما ينفع. وين يبي يشتري البيت بسعر جدا هذا؟ ايش عم انت ايش لابس؟ عسى ما شر يا اخوان، ايش في من الناس في اللعبه هذه يا اخي؟ المطور لبس اللي موجودين في اللعبه، ايش السالفه؟ ما في حد يطلع في الشارع بهالطريقه. المهم اعطيته على طول السعر هذا، قال 3600. حبيبي بعطيك خصم 4000، ممتاز، خذها على طول على طول، خذ راحتك. قال 3800، اوهو يلا يلا خلينا نوافق حاليا، خلينا نوافق. فاعطيته على طول البيت، مو مشكله، يعني اهم شيء ان نحصل الفلوس ان شاء الله. طبعا بدون التنظيف، لو نظفته على كي كان بيكون افضل. المهم خلينا نشرب لنا شيء، دقيقه، اكل اكل، ضبط امورك. وخلينا بعد نشتري كم شيء، عصير، شيبس، بطاطس، هاتهم كلهم، خلينا نحطهم على طول في السله حقتنا. الحين خلينا نروح ارجع للبيت اللي اشتريناه قبل شوي، بنحاول الحين نشتغل عليه. لا ننسى يا جماعه ان ترى عندنا بعض الاثاث موجود في السياره حقتنا، سيارتنا جنب بيت الحبيب. اسف جاري، والله اسف اني وقفت السياره قدام بيتكم. المهم خلينا نحاول نرجع ونروح للبيت الجديد. البيت هذا بحط فيه الحين ان شاء الله البضاعه الجديده، بس قبل البضاعه احنا محتاجين اكيد ننظف البيت ونحاول نحن نخلصه من الاشياء والعفن اللي موجود فيه.
خلنا نشيل هني على السريع. حلو. لا اليوم اتوقع يوم موفق ان شاء الله، مع ان احنا ما حصلنا اول فلوس حقتنا، بس اتوقع ان صاحبنا ان شاء الله اليوم اللي بعده بيعطينا راتب يومين. اذا اعطانا راتب يومين يا سلام سلم، راح يكون يا جماعه شيء رهيب، وبنكون اغنياء بسرعه، وبنقدر اكيد نشتري بعد بيت اخر ان شاء الله. شوي شوي ما عليكم، لان ان شاء الله في المستقبل نشتري سيارات، نضبط الامور. ايش رايكم نشتري سياره؟ والله بالي اشتري سياره. ليش؟ ابى ادخل السباقات، انا احس ممكن ادخل السباقات وافوز فيهم. دقايق بس راح اجي لهذا، بس خلنا ننظف البيت كله، شيل هني، في بعد هني، شيل هذا، باقي الصراصير بس، اتوقع باقي هذه بعد والصراصير. تقريبا ترى جانا الليل، يفضل اني انام وارجع اليوم اللي بعده يعني الافضل، بس بشيل الصراصير اول، لان صراحه ما ابي صراصير في البيت حقنا، خلاص نضمن ان البيت ما في صراصير. فالحين البيت بشكل عام ليش 3%؟ في وسخ 3%، في وسخ في البيت. يا ليل الصوت هذا يعلق، مشكلته في البيت. اوساخ بنسبه 3%. وين هني؟ والله اني ما اشوف صراحه، ما في اوساخ في الدار. الحين ليل كيف يوم جديد يا اخوان؟ الحين احنا يوم، لا ما اتوقع صار الليل. خلنا نروح، المهم بروح بعد اليوم هذا عشان اليوم اللي بعده ناخذ الاجارات على السريع. انا اعتقد ان جاء الوقت اللي احنا نقدر ننام، ما ادري. ما عليكم يا اخوان، سيد يحب ينام يعني من وقت. اوكي خلنا نشوف اقدر انام. اي والله اقدر انام. الحين الساعه 8 تقريبا، فنمت اليوم هذا، وخلال هذا اليوم خسرنا 5000، لان طبعا اشترينا بيت جديد. فبنشوف الحين اليوم اللي بعده، طبعا عندنا اجارات وحركات، عندنا 3 بيوت ان شاء الله اليوم راح نروح ناخذ اجاراتهم. خلنا نرجع مره ثانيه للمعادي، اتوقع بروح باخذ اجارات اللي عندنا هني. اوكي خلنا ناخذ اجار اللي هني اول، شكلي بروح لهم مشي واحد ورا واحد. يا رب يعطيني هذا، يعني الاجار حق عالي، يا رب يعطيني، يا رب يعطيني اليوم. السلام عليكم. ممكن اجار انا ادفع على الفور هذا كل شيء. ها اوكي، على بالي انه ما بيعطيني. لا قصد انه اخذ فلوسك، انا اعطيك دائما يعني لا تحاتي موضوع الفلوس. فاعطاني الفلوس على طول. بنروح للثاني. السلام عليكم يا عمي، انا هذا ليش اعطيته؟ قسم بالله اخي داش مسبح انت ولا شنو؟ المهم الاجار يا طيب، انا ادفع على الفور. اوكي شكرا، والله اعطاني الفلوس على طول. اي هذا هذا الشخص يعني كنت المفروض امدحه، بس ما اقدر امدحه على لبسه والله. هذا اللي الله يستر منه. السلام عليكم. لا انا واثق منه ان شاء الله اليوم بيدفع. اهلا، الايجار لو سمحت، انا مستعد لدفع الايجار. ها هو فعطانا، المفروض عطانا ايجار يومين صراحه مو متاكد، بس دقيقه خلي الرجال الحين على جنب، خلينا نروح نشوف الجوال. عندنا رساله، سيارات جديده متوفره في الوكاله، في سيارات جماعه جديده في الوكاله، ممكن ان احنا نستفيد منهم يعني لو حبينا. بس لا تنسون يا جماعه فلوسنا 21,000 دولار. تدرون ايش معناتها؟ معناتها ان اعتقد بعد نقدر نشتري بيت جديد او نشتري سيارة جديدة اذا حبينا طبعا. فلهذا الحين خلنا نفتح. يا اخي ما في شيء يعني مو نظيف في البيت، ما ادري ايش السالفة. حلي تحال، طبعا راح احط في البيت فقط الاثاث اللي احنا حصلناه في المزاد. مثلا عندنا هذا خله هني، وخلنا نجيب بعد السوفة الثانية هذه وخلها في هذا المكان. ما عندنا سرير البيت صح؟ اتوقع ما عندنا يا جماعه، بس مو مشكله. صار سعر الاجار الحين تقريبا 2,000 دولار. هات النبته هذه، خلنا نجيبها ونخليها مثلا في هذا المنطقه، مع انها ما يحطونها على الارض اتوقع، اظن يعني مو متاكد. هات الغساله، طبعا انا بحط الاشياء اللي ممكن يحتاجها صاحب البيت في المستقبل، وعاد تالي كيف هو يبيهم ما يبيهم، هو حر يعني في الاشياء اللي موجوده. عندنا هني كره ارضيه، بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نحطها هني في النص. لا مو في النص، عاد خلينا نحطها في هالمنطقه. اوكي مكان يعني جيد، اول ما تدخل تلاقيها قدامك. بعدها خلينا نجيب هذا الدولاب، نقدر نخليه هني قدام اللي راح يدخلون. اول ما يدخل واحد يشوفه قدام، اتوقع انه راح يعطينا منظر جميل للبيت. اللي بعده خلينا، عندنا سوفات، خلينا نخلي مثلا واحد هني، والثاني بعد الشكل بروح بوديه جنبه. ما شاء الله البيت فل سوفات يعني. ونجيب الثاني نخليه هني، مقابله هذه بس كاميرا بالطريقه هذه، ونسوي المقابله ومايكين وخلاص بودكاست. الحين خلينا نجيب دولاب اخر نوديها، هذا اتوقع بوديه فوق، خلينا نخليه في هذا المكان. يصير دقيقه هني يصير، الجهه الثانيه ما يصير. اوكي حطينا عادي، صار تقريبا اجار البيت 3200، ما زال رخيص، ما زال رخيص جدا. خلنا ناخذ هذه نخليها، مع انه مو صح وضعها، بس خلها هني عشان بروح بحط فوقها الكمبيوتر اذا يبونه. يعني مع الكمبيوتر المفروض ان سعره غالي صراحه، اتوقع انه بيرفع قيمه البيت بشكل كبير، بس بدون كرسي وبدون طاوله وبدون ولا شيء، ومشكله حطه بهالطريقه. صار سعر البيت من 2900 ل 3600.
أعتقد أن السعر جيد للأمانة، فخلوني الحين أروح أرجع على طول وأجرب أني أعرض البيت للبيع أو أني أشتري أثاث زيادة وأرفع أجار البيت. إيش رأيكم؟ يعني عندنا خيارين، يعني إحنا نرفع سعر أجار البيت يا أن إحنا نروح ونعرض للبيع. خلنا نروح أشوف إذا في أشياء، يعني هو إذا راح نشتري سريرة أتوقع، يعني بعض الأشياء البسيطة جدا. فجيت لمحل الأثاث بس بتأكل إذا عندنا أشياء ترفع لنا من قيمة البيت ونحصل. هو ترى كل ما أنا ضبط أفضل لي، يعني مثلا تلفزيون 3000، شراكم نفلس نفسنا، شراكم نفلس نفسنا بحيث نحط أغلى الأشياء في البيت. اشتريت أنا ترى خلاص اشتريت، يعني ما في انتظار. ثلاجة، شكلي بفلس نفسي عشان أخلي البيت يكون من أغلى البيوت اللي ممكن يكونوا موجودين. اشتري هذا، اي بفلس نفسي خلاص قررت. حط أشياء المطبخ، سرير باقي، دقيقة، سرير بأغلى سرير موجود اللي هو هذا، حلو. هذا بيت، 1 2 3، خلنا نشتري من هذا، 1 2. كراسي نحتاج، هذا الكرسي. أحتاج طاولة كمبيوتر تكون غالية جدا، أغلى شيء ها، أغلى شيء ها، هذه هذا أغلى شيء. المهم وأخذت الكرسي، أعتقد أني أخذت الكرسي، خلنا راح أتأكد، مو متأكد، مو معلنا. خلنا نبتدي نحط الأشياء. شفت الأشياء هذه كلهم اشتريناهم، كلهم راح نحطهم في البيت ذاك. أب البيت ذاك يكون بيت أغنياء. هي خلها الحين على جنب، لأن بنحط أول شيء الأشياء الثمينة، تالي بنحط الأشياء العادية علشان يكون في مكان لهم إن شاء الله. حط هذا، هذا تلفزيون، لها طاولة؟ أعتقد لا، أعتقد لا. فالمهم حط هذيلا، مايكروويف، أشوف يا رب يكفي. عندنا مكانين، فبشتري طاولة كمبيوتر، تلفزيون. أعتقد إن هذه تناسب طاولة التلفزيون يعني، فخلنا نشتريها. خلصنا على طول، خلنا الحين نروح للبيت ونشوف أجار البيت هذا كم راح يكون. أتوقع بيكون مبلغ فلكي جدا. وجينا لبيتنا المتواضع اللي راح أسوي الحين بيت أغنياء، ما عليكم بس دقائق، راح أسوي قصر. عرفتوا كيف لما يكون عندك قصر؟ هذا راح يكون إن شاء الله قصر. فنجيب السرير أول شيء، بشوف القيمة حقة البيت كم راح تكون. يا أخي المفروض 20 قطعة، أنا بحط قطع كثير، ما أدري بعد إذا زالوا القطع ما يصير أحطهم. أنا خوف إذا مثلا يعني ما يصير تحط مثلا 21 قطعة، إذا صارت هذه راح تكون مشكلة كبيرة صراحة، لأن أنا في بالي يعني شيء ثاني. زين هذا له مكان؟ هذا ما له مكان يا سيد. هذا ما له مكان، بس دقيقة خله هني. والله مو صح بس ما عليه، يعني شو نسوي؟ انزين اشياء غيرها، بطاولة الكمبيوتر لاني راح احط لهم كمبيوتر الحين. ثواني خلنا نجي ونحط هذه هني، وبجيب الكمبيوتر حقنا وينه. شوفوا السعر، شوف السعر صار تقريبا 4000 اخوان. يصير اوكي، يصير صار 4700، ويمدي اكثر، يمدي اكثر طول ما انا الحين راح اجيب اغراض. خلنا نجيبها. طبعا هذا الكرسي غالي جدا، فراح نجيبه ونخليه المفروض هني. 4800 يا أخي غالي جدا، قلنا طلع مو غالي جدا. المهم هذا حق المطبخ، أشياء المطبخ هني، المطبخ هني، المطبخ معلش هني، أشياء المطبخ حطها. صار تقريبا 5000. لزقوا، تخيل كل مرة راح أجي وأحصل 5000 دولار، شيء رهيب، شيء رهيب. حط المايكروويف، 5300. خلكم على الرقم الكبير، خلكم على الرقم الكبير، ما عليكم الرقم الصغير. ثواني هذا بس جيبه، لا ثواني حطه على الأرض. Let's go, let's go, let's go. المهم هذا لمكان، oh my god، هذا ما عليه. جيبه هني، حط التلفزيون، والله عاد كيفكم. 4700. ثلاجة، ثلاجة غالية، ثلاجة. أنا قررت أن أجيب أشياء غالية صراحة. ثلاجة ترتيب غلط، أنا أعرف ترتيب غلط، بس أنا 6100. Let's go, let's go, let's go, let's go. خلنا نجيب الإضاءات، هذا هي إضاءة، وخلنا لا وين رايح سيد؟ على وين رايح؟ ما خلصنا. النور الثاني خلنا نخليه هني، حلو. وخلنا نجيب بعد النبتات الخضراء. شوفوا الحين كملت 20 صح؟ يمدينا احط زيادة ويزيد السعر. دقيقة خلنا نركز، خلنا نسكر نركز. يزيد السعر بس لانها نبتة يعني، فما تزيد السعر بشكل كبير، بس ما عليه. اهم شيء ان احنا ضبطنا الوضع افضل شيء ممكن. الحين باقي نروح نعرض البيت هذا، فثواني عشان نعرضه نحتاج ان احنا نصوره صور. بتغسل شنو؟ صور رهيبه. هات الجوال حقك قرب، عطى الصوره الاولى. خلينا ندخل حبيبي، افتح الباب، افتح الباب. خلينا نجيب نصور الصوره الثانيه من هني، من هني. هي الصوره الثانيه، هي الصوره الثالثه عشان يعرف ان في مطبخ. الصوره الثالثه،
فحطينا صور ضبطنا. اما الحين فراح اجي واحط طبعا المحل شنو البيت بالصور حقته وسعره كم؟ 6200 دو يصير اكثر؟ 6000 و يا اخي مو راضي يخلوا 6300 مثلا 6300 خلاص خلي بهالطريقه. عرضنا الحين البيت هذا للبيع والمفروض الحين لما اروح راح القى ناس راح يجون يبونه بنفس السعر. فتخيل معاي احصل كل مره اجي المبلغ هذا راح يكون شيء خيالي. ورجعنا لمقرنا الجميل وقف يا سيد رجعنا لمقرنا الجميل. هلا والله هو مصارع انت ولا شنو؟ المهم خلنا نشوف ايش كم. هل تبي تشتري؟ يبي يستاجر 21 يوم. اعطيته السعر على طول قال 5000. لا 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 6000 و200 اقل شيء عندي. ايش قلت؟ اسف يا صديقي لا استطيع قبول ذلك. والله عاد كيفك. المهم انا بروح انام ونخلص هذا اليوم. فنمنا وعدينا هذا اليوم يا جماعه. اللي متحمس الحلقه الجايه ونشوف كم راح نقدر نحن نبيع البيت. لايك واشتراك على النقاط هذه. سلام.